فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة تقول إذا داعبها زوجها أحست بخروج ماء منها، فلا تدري هل هو مني أو مذي، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ إن وجدت له لذة، إن وجدت له لذة، الرجل والمرأة إذا وجد لذة من خروج هذا الشيء فهذا جنابة، عليهم الاغتسال. أما إذا خرج بدون لذة فإنه يعتبر من المذي، يغسل ويتوضأ، يغسله، يغسل المخرج وينظفه ثم يتوضأ. نعم.